أهلا بكم من جديد مشاهدينا، فقرتنا التالية مقال اليوم. المقال يحمل عنوان لماذا استمرار التصلب العربي الرسمي تجاه حماس والمقاومة؟ يتساءل كاتب المقال دكتور محسن محمد صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. الدكتور محسن معنا لنقاش مضامين هذا المقال، أهلا بك معنا دكتور محسن. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. تساءلت في البداية استجابة لعنوان المقال ومن منطلق فهم السلوك الرسمي العربي وليس تبريره ولا حتى تغييره، لماذا يستمر تصلب الموقف الرسمي العربي من نهج المقاومة ومن حركة حماس تحديدا دكتور محسن برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عندما نستقرأ مثل هذا السلوك حقيقة يعني نجده سلوك يثير الاستغراب، لأن مجموعة الحقائق التي نشأت على الأرض في ضوء حرب العدو الصهيوني على قطاع غزة وفي ضوء البطولات التي شهدها الشعب الفلسطيني من المقاومة ومن الحاضنة الشعبية يفترض أنها يعني تعطي علامات استفهام للسلوك العربي التقليدي تجاه الكيان الإسرائيلي وتجاه المقاومة وتجاه طرح قضية فلسطين في البيئة الدولية. البيئة العربية كانت تسير في نسق تقليدي في بيئة تشعر أنها ضعيفة ومهزومة ومشتتة وغير قادرة على الفعل على الأرض، وأنها مسكونة بالهيمنة الأمريكية وبالتغول والطغيان الإسرائيلي في المنطقة الذي يجتاحها من خلال عملية التطبيع ومسار التسوية، وبالتالي هي كانت تركن إلى مسارات تجعل القدرة على الاستفادة من الإمكانات العربية الذاتية ومن الخبرات ومن الإمكانات النهضوية تقريبا معدومة وتستسلم لإرادة الآخر. نعم. أنا أظن هنا الإشكال الذي يطرحه المقال، يقول أن جوهر التفكير في حالة الضعف والاستسلام والهيمنة الأمريكية والاختراق الإسرائيلي، كل هذا ضرب من خلال ضرب النظرية الأمنية الإسرائيلية، من خلال ضرب فكرة شرط المنطقة لدى الإسرائيليين، من خلال ضرب فكرة الملاذ الآمن للمشروع الصهيوني، من خلال حتى عدم الحاجة للتطبيع. نعم. مع كيان لا يستطيع أن يعني يدافع عن نفسه، فكيف هو سيكون أداة لحسم الصراعات في المنطقة مع قوة كبرى؟ نعم. أدرجت دكتور محسن العديد من النقاط. لكل من يسأل لماذا يعني هذا الموقف من النظام الرسمي العربي، قلت أن هناك العديد من المعطيات قد استجدت. الأولى منها ذكرت الأداء الاستثنائي الأسطوري للمقاومة الفلسطينية وأنه يتعين البناء على هذا الأداء الاستثنائي، كيف ذلك؟ بالتأكيد يعني عندما تتعامل البيئة العربية على أساس أنها بيئة مهزومة ابتداء من الكيان الإسرائيلي، إذن صناعة القرار في البلاد العربية ستكون على أساس أنه لا يمكن الدخول في معارك مع الكيان الإسرائيلي وأنه لا يمكن الفوز في أي معركة تخاض. وهذه القناعة وجدت منذ أيام السادات واتفاقيات كامب ديفيد والاتفاق الإسرائيلي الأمريكي على أساس أن الإسرائيل أو الكيان الإسرائيلي يستطيع أن يهزم الدول العربية مجتمعة منذ مطلع الثمانينيات في الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي. هذه رسخت مع الزمن وتم تثبيتها كمعادلة، وبالتالي ستجد أن آخر حرب كانت هي الحرب أكتوبر 1973 مع الدول العربية، لم تجري بعد ذلك حرب، بمعنى أن العقلية العربية استسلمت. نعم. للهيمنة الغربية الأمريكية. هذه أساس بعد ذلك للاختراق وللهيمنة الغربية في المنطقة. الآن ضربت هذه الفكرة من خلال بطولات التي أثبتت أنه يمكن هزيمة الإسرائيلي ويمكن أن يمر غرب جيشه بالتراب ويمكن أن يستهلك ويستنفذ وأن تفرض عليه شروط اللعبة بطريقة مختلفة وبما يستحق التضحية في ذلك وبإمكانات قليلة. إمكانات. نعم. حركة. نعم. المقاومة لا تزيد عن 5 أو 4% من إمكانات. نعم. جيش عربي عادي. أشرت إلى جانب ما تفضلت به، الأداء الاستثنائي الأسطوري للمقاومة وكسر مقولة الجيش الذي لا يقهر عن الجيش الإسرائيلي. أشرت إلى استمرار احتضان والتفاف الحاضنة الشعبية
حول فكرة المقاومة ليس فقط داخل فلسطين بل في الإقليم وحتى في العالم. كيف يخدم هذا المعطى فكرة أن على النظام الرسمي العربي تغيير وجهة نظره حيال موضوع المقاومة؟ نعم، وهذا بيحمل أكثر من رسالة. الرسالة الأولى أن الأنظمة العربية تتذرع بأن الجماهير تعبت وأن العالم العربي يريد السلام والتسوية وأنهم يريدون الازدهار والاستقرار وأن الحروب مع الكيان الإسرائيلي تؤدي إلى إضعافها وإلى تراجعها اقتصاديا وإلى أن الناس لا ترغب بمثل هذا النوع من الصراع والمقاومة. بينما التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة بل وزيادة شعبية حماس والمقاومة أثبت أن الأمة العربية والإسلامية بخير وأن المقاومة المشروع الصهيوني حتى لو كانت التضحيات والأثمان كبيرة فستزيد قوة أي نظام عربي يريد أن يدخل في هذا الصراع ولن تضعفه، بمعنى أنه حاضنة الشعبية ستقوى ولن تضعف. نعم. إذن الاعتذارية هذه زالت مع نموذج الحالة الفلسطينية. النقطة الثانية أن كانوا يتهمون المقاومة ويعني يحاولون أن يعزلونها باعتبار أنها لا تخدم الشعب الفلسطيني أو الإرادة الفلسطينية من خلال التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة وبأغلبية لاحقة ثبت للأنظمة الرسمية العربية أن الشعب الفلسطيني يريد المقاومة ومستعد للتضحية ولا يريد مسار التسوية ولا يراهن عليها ومستعد لتقديم كافة التضحيات من أجلها. وبالتالي النظرية العربية نفسها المرتبطة بمسار التسوية أو بالتطبيع أو بالنظر للمقاومة باعتبارها مشروعا مغايرا للإرادة العربية كله سقط وفشل. وهذا أيضا يستدعي أن النظام العربي يراجع سياساته من خلال الفرضيات التي ثبت أنها خاطئة وفاشلة. نعم، أشرت أيضا إلى موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة المعركة بما يخدم مصالح واستراتيجية الاحتلال. كيف يتعين على هذا المعطى تحديدا باعتبار أن حالة النظام الرسمي العربي في غالبها هي تتبع للساحة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية أيضا؟ يعني معركة طوفان الأقصى أعطت فرصة هائلة للنظام العربي لعمل مراجعات من ناحية موازين القوى باعتبار أن الكيان الإسرائيلي هو حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية لتنفيذ السياسات الأمريكية. إذا كان هذا الكيان قابل للهزيمة وقابل لأن يضرب وأن تسقط نظريته الأمنية وأن تفشل نظرية ملاذ الآمن وأن يخرج الصهاينة من الأرض نتيجة المقاومة إلى آخره، إذن معنى هذا أن جوهر السياسة الأمريكية الذي يعتمد على الكيان الإسرائيلي قابل للسقوط. طيب إذا كان النظام العربي يشعر بأنه ضعيف ومشتت وأنه بحاجة للغطاء الأمريكي، الآن من خلال الجانب العملي والتجربة على الأرض ثبت أن حجر زاويته في السياسة لا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن أن يعني يفرض ما يريد، وثبت أيضا أن الأمريكان لا يستطيعون أن يفرضوا أجندتهم. إذن صار هناك فرصة هائلة للتحرر للمراجعة الذات والإمكانات، أنكم يا عرب قادرون على الفعل على الأرض من خلال مراجعة سياساتكم تجاه هيمنة أمريكا وتقادرون على التحرر، لماذا ترهنون أنفسكم بإرادة الآخر وأنتم عندكم إمكانات النهضة وإمكانات الوحدة وإمكانات التغيير وإمكانات فرض أجندتكم في البيئة الإقليمية والدولية حتى لمصالحكم الذاتية بغض النظر بما كم ستقدمون لفلسطين؟ نعم. في الختام أشرت إلى أن هناك عوامل ذاتية، يعني في البداية ناقشنا العوامل المرتبطة بالحالة الفلسطينية، معطيات تغيرت بفعل ما بعد 7 أكتوبر. أشرت بالختام إلى جملة أيضا من الأسباب الذاتية الداخلية، منها استمرار المراهنة على الهيمنة الأمريكية، استمرار المراهنة على مسار التسوية، عدم استيعاب الهزة الكبرى التي أحدثها طوفان الأقصى، وفقدان الرؤية وعدم توفر أي رؤية حضارية وحدوية ونهضوية، وحالة العداء للإسلاميين. أيضا إلى أي مدى يمكن للنظام الرسمي العربي أو بعضه أن يتجاوز هذه العوامل الذاتية الموجودة حتى قبل 7 أكتوبر؟ يعني أنا قلتها بشكل واقعي وصريح ودون مجاملة. نعم. لأنني أردت أن أقول أنني لست متفائلا من أن النظام العربي الرسمي بالشكل الذي هو عليه يستطيع أن يستفيد من المتغيرات والمعطيات
التي فرضتها وقدمتها يعني معركة طوفان الأقصى، وهي معطيات هائلة وتستطيع أن تفيد وتخدم في تغيير البيئة العربية. قلت أن هذه العقلية بقاء على الكرسي والانغلاق الإقليمي والقطبي الداخلي، العقلية المرتبطة بطريقة الحكم في منظومة ذات طبيعة فاسدة ومستبدة وتريد أن تبقي على مكونات حكمها بالشكل الذي هو فيه بعيدا عن إرادة شعوبها، والنقاط التي تفضلت بها، حالة البيئة المسكونة بالعداء الإسلاميين أو بمخالفة المقاومة والخوف من تيارات التغيير. أنا قلت أن هذه العقلية هي عقلية لا تستطيع أن تفكر بشكل إيجابي للتفاعل مع هكذا أحداث، مع أن الفرص كبيرة، ولكن أنبهت إلى أنها إذا لم تستطع أن تتفاعل بشكل إيجابي وتستجيب لإرادة شعوبها وتستجيب لتجربة المقاومة والحقائق التي فرزتها على الأرض، فمعنى هذا أننا قد نكون موعودون بربيع عربي جديد، لأن حالة الاستنهاض إن لم تفهمها الأنظمة العربية فالشعوب نفسها استوعبتها وتفاعلت معها بشكل كبير، وهي الآن في مخزونها تتراكم، والبيئة العربية ما تزال تحت حالة تشكل وإعادة تشكل، وبالتالي إذا لم تستوعب الأنظمة العربية الدرس فربما نحن نكون في بيئة جاهزة ربما للتغيير، لأن الأنظمة العربية تستطيع أن تراهن تماما على حالة الاستبداد والسيطرة والحكم العسكري، ولا تستطيع أن تراهن تماما على الدعم الأمريكي الخارجي، لأن إرادة الشعوب في النهاية ستكون أقوى من ذلك بكثير، زائد أن كثير من التغييرات في تاريخ منطقتنا العربية هو حالة مفاجئة وليست حالة يعني يسهل توقعها، وهذا ما يعني أن البيئة العربية غير مستقرة وقابلة للتغيير مفاجئ في أي لحظة. كل الشكر لك دكتور محسن محمد صالح، مدير مركز زيتونة للدراسات والاستشارات، كنت معنا ضيفا عزيزا.